بالنسبة للعجينة كنحتاج أنايا كاس كبير ديال الحليب دافئ، ونفس الكاس الكبير كنحتاج منه غير ربع الكأس ديال الزيت، هنايا معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال السكر. هنايا غادي نحتاج غير بياض البيض والصفار، غادي نخليه للدهن. هنا غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الألزا، وهنايا الدقيق حسب الخليط. هنايا غادي ندير الحليب يكون دافئ وما يكونش سخون بزاف باش ما يهرس ليكمش النفوع ديال الخميره. كنضيف الزيت، وكذلك غادي نضيف ملعقه صغيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال الملحه وملعقه كبيره ديال الخميره. هنايا في البيض غادي نضيف غير بياض البيض، والصفار غادي نخليه للدهن كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما خلطنا المكونات، هنايا غادي نضيف الدقيق تدريجيا باش نجمعوا العجينه. العجينه ما كتجمعش 100%، كتبقى رطبه وكتبقى عاد كتلصق. غادي تشوفوا دابا القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. ونضيف كذلك معلقة صغيرة ديال خميرة كيميائية. كنحصلوا على هذا القوام ديال العجينه، ما كنجمعوهاش بالدقيق 100%، كتبقى بحال هكا مرخوفه وكتلصق حد في اليد. صافي، انا حاولت غير نجمعها وغادي نخليها تخمر. في هذه الاثناء غادي نمشيو نوجدوا الحشوه. انا في المقلاة كندير زيت الزيتون، وغادي نضيف له معلقه كبيره ديال الزبده، ونخلي هذيك الزبده تذوب ليا شويه. وغادي نضيف له بصله مشلضه وكذلك زوج فصوص ديال الثومه، ونخليهم يتشحروا ليا شويه، عاد نضيف المكونات الاخرى. غادي نضيف هنايا زوج قرعات محكوكين حكيتهم هكا بقشور ديالو، وكذلك غادي نضيف زوج خيزو، ونخلي الخضره ديالي تشحر ليا شويه. من بعد ما تشحرات ليا الخضره، غادي نضيف هنايا ستر ديال الدجاج من بعد ما طحنته، وغادي نحاول نخلط كل شيء مزيان، ونحاول نحل هذيك الكفته مزيان مع الخضره. بالنسبه للتوابل، غادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه، وكذلك شويه ديال الابزار، وشويه ديال التحميره، وقليل من السكنجبير. صافي، وغادي نخلط كل شيء مزيان، ونخلي حتى يطيب ليا الدجاج. عاد غادي نضيف واحد المكون اللي خص يجمع لينا هاد الحشوه. هنا في المكون الاخير غادي نضيف الفرماج. انا عندي فرماج المثلث، تقدروا تضيفوا المكعبات. الفرماج هو اللي كيجمع لينا الحشوه، وفي نفس الوقت كيعطي له واحد اللذه زوينه. ضروري الحشوه ما تكونش ملتمه بزاف، تكون نشفات بالماء ديالها كيف ما كتلاحظوا. عاد غادي نضيفوا الفرماج. هنا الفرماج هو اللي كيجمعها لينا،
انا كنضيفو ما بين 5 الحبات 6 الحبات على حسب الحشوه. الا درتو الحشوه كثيره غادي تزيدو في الفورماج. صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان وتجمعت ليا الحشوه غادي نخليها تبرد مزيان، عاد غادي نضيفها للعجينه. من بعد ما خمرت ليا العجينه كنحاولوا نخويو الهواء اللي فيه ونشكلهم دوائر، وكيبقى الحجم حسب الاختيار. صافي هنايا غادي نبقاو نبداو نسرحو في العجينة باستعانة بالدقيق، ونحاولو نسرحوها على شكل دائري تقريبا. هنايا غادي نقسمو العجينة إلى نصفين، والنصف الأولاني كنضيفو فيه الخطوطة، وكذلك حتى النصف الثاني كيف ما كتلاحظو. الجهة الأخرى ما كنضيفوش فيها الخطوط. هنايا بالنسبة للحشوة، الجهة الأولانية كتكون عريضة على الجهة التحتانية باش كيعطي لكم الشكل كورني كيف ما كتلاحظوا، كيف ما عندكم موضح في الفيديو. صافي هنايا غادي نبدا نلوي في العجينة ديالي باش يهز لي الشكل ديال كورني كيف ما عندكم موضح في الفيديو. كنحصلو هنايا على هذا الشكل، كيجي شكل جميل. وهنايا بالنسبه للخطوط كنحاول نفتحهم شويه كيف ما كتلاحظوا باش يجيكم الشكل اجمل. من بعد ما شكلناهم غادي ندهنوهم هنايا بصفار البيض، خصنا ندهنوهم مزيان وما نساوش الجوانب باش يهزو لينا واحد اللون زوين. من بعد ما كندهنهم غادي نزينهم شويه بالسنجلان. عندي هنايا سنجلان ابيض، وهاد اللحظه الفران يكون سخون وشاعل من الفوق ومن التحت، وتخليهم يطيبوا حتى كيحمر لكم يجي لكم على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، كيجي شكل جميل وزوين. وبالنسبه للتزيين غادي ندهن هنايا شويه المايونيز، وغادي نضيف له شويه الفرماج مع شويه الماكنوس اللي قطعته الطراف الرقاق باش كيعطي له هكا منظر جميل كيف ما كتلاحظوا. العجينه ديالها كتجي رطبه وهشيشه، والحشوه كتجي بنينه، كتجي رائعه هاد الوصفه. كنتمنى تعجبكم. مملحات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجي المنظر ديالهم جميل وبنانين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.